ايه، انا رحت لخبير تغذيه او اخصائي تغذيه وبيقولوا عليه شاطر. فاول سؤال بعض الناس الفاهمه بقى واللي عليها باع في الرجيمات يقول له ايه، هو طلب منك تحاليل؟ لو طلب منك تحاليل يبقى شاطر، لو طلبش منك تحاليل يبقى اداك كده ورقه فيها نظام غذائي يبقى يا عم ايه مش فاهم حاجه. هل التحاليل دي هي اللي بتوضح مساله الهرمونات، وايه هي الهرمونات اللي بتزود الحرق اصلا؟ هلا فعليا الاخصائي التغذيه لازم يكون على بينه لما بده يتعامل مع جسم اللي امامه، الشخص اللي امامه، ما معقول يتعامل معه هيك على العمياني مثل ما بيقولوا، لازم يعرف يعمل كشف لمحتويات الجسم، يعمل كشف للهرمونات الاساسيه اللي بتلعب دور بالحرق وغيره. اهم هي الهرمونات هن هرمونين اثنين، الهرمون الاول هو هرمون الانسولين، الهرمون الثاني هو هرمون النمو او الجروث هرمون. هرمون الانسولين هذا الهرمون يفرز عند نحن تناولنا لاي نوع من انواع الاطعمه، مجرد ناكل رح يطلع من البنكرياس. هذا الهرمون مهمته شو وظيفته بالجسم؟ تمام، هو بيسمح للجلوكوز انه يفوت على الخلايا، تكسره الخلايا وتحوله لطاقه. فنحن هون شو حرقنا السكر اللي بالدم. مهمته ايضا تخزين الدهون بالجسم، فكل ما زادت نسبته بالدم كل ما زاد عندنا نحن تخزين الدهون اكثر بالجسم. فنحن كثير مهم انه نحافظ على مستويات الانسولين صفر، نحاول انه نحن نحافظ عليها يعني قليله جدا بالجسم. عن طريق في عنا أربع طرق كتير بسيطة وكتير سهلة رح نستعرضها بشكل سريع وبعدين رح نتوسع أكتر بعد شوي. الشغلة الأولى أنه نحن نمارس الرياضة، مو شرط أنه نحن نروح على الجيم ونقضي ساعات طويلة بالجيم، المهم أنه نحن نواظب على ممارسة الرياضة لو 10 دقائق يوميا مشي سريع. هذا الشيء رح يحسن بشكل كتير كبير من حساسية الأنسولين، رح يخفف من أخطار الأنسولين يلي إذا ارتفعت بالجسم رح تزيد من أخطار السمنة، رح تزيد من أخطار الإصابة بأمراض القلب، رح تزيد من أخطار الإصابة بأمراض السرطان. أيضا رح يصير في عنا مشكلة تسمى مقاومة الأنسولين بحال زادت نسب الأنسولين بالجسم، وهي طبعا مشاكل كتيرة تانية رح يعني ما في مجال هلأ لسردها وذكرها. معناتها الشغلة الأولى أنه نحن نمارس الرياضة. الشغلة الثانية أنه نحن ندخل نوعين من الغذاء اللي هون القرفة وخل التفاح لغذائنا بشكل يومي، يكونوا متواجدين على سفرنا. نحاول نضيف معلقة خل التفاح لصحن السلطة تبعنا ونضيف القرفة لمشروباتنا اليومية. الشغلة الثالثة والأخيرة أنه نحن نخفض من استهلاكنا للنشويات المكررة. نحن سبق وحكينا بحلقة سابقة بفقرة التغذية عن النشويات المكررة والنشويات الكاملة. هل نحن لازم نلغي النشويات بالدايت تبعنا؟ أكيد لا. المفروض أنه نحن ناخذ نشويات معقدة، يعني مثل ما حكيتي تسنيم دقيق الأبيض نستثنيه، السكر الأبيض نتركه تماما نلغيه من حياتنا ونحاول نستعيد عنهم بالشغلات الطبيعية، عفوا بالسكر الطبيعي الموجود مثلا بالتمر بالعسل، ونحاول ناخذ نحن النشويات الكامله. الهرمون الثاني اللي رح نحكي عنه هو الجروث هرمون او هرمون النمو. هذا الهرمون مهم جدا جدا للصغار وللكبار. هلا بنسمع او بيسمعوا الناس هرمون النمو بيفكروا انه فقط للاطفال، لكن هو مهم جدا للكبار. للاطفال بيساعدهم انه هن ينمو بشكل سليم أكبر. وطبعا يعني متوازن. بالنسبه للكبار بيساعدهم على ترميم الخلايا، على استعاده شباب الخلايا، بيساعدهم على بناء الكتله العضليه بالجسم. هو ده الهرمون اللي بيفرز من 9 لـ2 بالليل؟ تماما. هذا هو، يعني عشان كده لازم ننام بدري. من اهم يعني من اهم النصائح اللي انا بصراحه بقدمها للاشخاص اللي حابين يتبعوا ريجيم انه هن يناموا بكير. يعني لازم ننام نحن بالساعات الاولى من الليل لحتى نحن نساعد اجسامنا على دي بدري قوي يا ريم. يعني ممكن من 11 يعني قدر الامكان يكون بكير. يعني نحن بنقول للاطفال من 9 لكن الكبار ممكن بين 11 لـ12 كحد اقصى. يعني بعد هيك صار السهر هون، صار في عندنا تخزين دهون اكثر، صار في عندنا مشاكل صحيه ثانيه اكثر ورغبه في الاكل بصراحه. يعني السهر بيجيب معاه عايزه نقلق حاجه كده وانا قاعد. الشغله الثانيه اللي بتحفز هرمون النمو على الافراز هو لعب الرياضه، ممارسه الرياضه، ولكن رياضه المقاومه اللي فيها حمل اثقال نوعا ما لو بسيطه بالحد للنساء وللرجال، لانه هي ايضا بتحفز على زياده الكتله العضليه بالجسم وبالتالي تكسير الدهون بشكل افضل. هلا الشغله الثالثه انه نحن نخفض من استهلاك النشويات على وجبه العشاء ونزيد من استهلاك البروتينات بغذائنا النهار، وخاصه على وجبه العشاء نحاول ناخذ بروتينات خفيفه، يعني اللبن، تونه، هالقصص هي. ايوه ماشي. حاضر. هدول الاثنين الهرمونين اللي مسؤولين عن زياده الحرق. طب انا عايزه اتكلم بقى عن اسباب ضعف الحرق. ليه في ناس بتحرق بشكل عالي وليه ناس ممكن تكون بتعمل دايت وبتنام بدري وبتلعب رياضه بس لسه عندها مشكله في الحرق او عندها ضعف في الحرق؟
هلا اغلب المشاكل اللي بتتعلق بالايض والاستقلاب هي بتكون مشاكل وراثيه، ممكن يكون عندنا الام والاب في عندهم مشاكل بزياده الوزن ورثوها لاطفالهم. أيوة. فبتلاقي انه هدول الاشخاص لازم يتوجهوا لاخصائي تغذيه لحتى يكشف الخلل بنمط حياتهم، ممكن يكون في عندهم عادات غذائيه غلط، روتين بالحياه غلط عم يعملوه، وهون بيعمل تصحيح لهذا الموضوع للاغلاط اللي موجوده وبيصير في عندنا كسر لثبات الوزن. أيوة. في عندنا بعض الامراض الهرمونيه مثل الغده الدرقية، تكيس المبايض، نحن بهي الحالة لازم نحط إيدنا على السبب. إذا نحن ما عرفنا السبب ما رح نحن نعرف نخسر وزن. يعني نحن مثل السمنة، هي ما هي المشكلة الأساسية؟ المشكلة الأساسية هي المرض، هو المسبب. إن السمنة بتجي مثل نتيجة أو عرض لهذا المرض. وإذا عرف أيوة. السبب بطل العلاج. تمام. مثل وقت اللي بيكون عنا نحن حوض من الماء، تمام، مليان مي، نحن بدنا نفرغه، نفضيه، مفتوحة الحنفية من فوقه. طيب إذا مفتوحة الحنفية ونحن عم نفضي ومنكب، منفضي منكب ومفتوح المصدر الأساسي للمي موجود، عمرها إذا ما سكرنا مستحيل يفضأ أبدا. تماما. فنحن نفس الشيء مفروض نحدد السبب. في عنا أيضا مشاكل الفيتامين دال، نقص فيتامين دال أو قلة مستويات فيتامين دال بالجسم بتعمل زيادة بالوزن، بتعمل بطء بهون الكتل الدهنية أو الخلايا الدهنية بالجسم ما بتتحرك إلا بمستويات طبيعية من فيتامين دال. حرق السعرات الحرارية لا يتم إلا بمستويات طبيعية من فيتامين دال. المستويات الطبيعية بتتراوح بين 30 لـ50 نانوغرام لكل ملي لتر في الدم. طبعا هذا